تبلغ المقبرة المحرمة وتحل لغز الملكة البيضاء، وسيكون طريقها حافلا بالاختبارات. يجب ألا تتكاسل المغامرة أكثر. في دقيقة يا أبي. جدران القلعة العالية تترنح. ساخرة. حيوانات تستطيع بطلتنا إصابة ذبابة على عربة من مسافة 100 خطوة. دقيقة تماما تقريبا. الملكة البيضاء محتجزة بعيداً لكن غير منسية. يبدو أن هناك شيئاً في عش الغراب في الأعلى. أصوب أفضل. اختبار للقدرات على بطلتنا أن تصيب الهدف لتنزل السلة. Thank you.
تتسلق لارا فوق بحيرة من الحمم البركانية الثائرة. لارا تسقط في حفرة الظلام. رائع! دخلت كروفت حجرة دفن لم يدخلها أحد منذ آلاف السنين. قبور حديثة، لا يرحب الملك بالغرباء المتعدين. ستكشف عملية الحفر عن أسرار هذا المكان قريباً. ماذا اعتاد والدي أن يقول؟ ظهرت أزهار القرنفل لأول مرة حيث تساقطت دموع مريم العذراء. الآن حان وقت الكنز الحقيقي في المقبرة المحرمة. على بطلتنا أن تكون هادئة كي لا يشعر بها الملك. ما دخل لارا بأي من هذا؟ إنها في غرفتها تكتب واجباتها المدرسية. ليس أمامها متسع من الوقت. لن يتوقع حراس الملك أن تتسلق كروفت القلعة أبداً. برج القلعة أطول مما كانت تتخيل. تواصل بطلتنا التسلق بحثاً عن طريق آخر للدخول.
بطلتنا مدخلاً آخر. شو؟ اذهبي بعيداً. تواجه لارا الصغيرة العلو الشاهق والمخاطر وتبعدها عن تفكيرها. كدنا نصل. والآن إلى المقبرة المحرمة. هذه الأسوار مدمرة، عليها الدخول من خلالها. قريبة لدرجة أنها تكاد تلمسها، لكن حقل القوة الخفي يقف في طريقها. لا بد من وجود مدخل آخر. وصلت مغامرتنا المغوارة إلى القمة. وأخيراً تلمح طريقاً للدخول في الأسفل، عليها توخي الحذر. لم أقوم بهذه الأفعال الغبية؟ سحقاً! أخيراً تدخل المقبرة المحرمة. بحلول الليل خطف الخفاش العملاق الملكة بدرجة 30 شمالاً و90 شرقاً، وبقلمها كتبت قلبها، وبالنور تفتح حرية حبها. أتساءل إذا كانت الملكة البيضاء وحيدة. ربما تتعلق الإحداثية بالكرة الأرضية. اقتباس من تشوسر. ما الأفضل من الحكمة؟ امرأة. وما الأفضل من امرأة صالحة؟ لا شيء. اقتباس من تشوسر. ما الأفضل من الحكمة؟ امرأة. وما الأفضل من امرأة صالحة؟
ربما تتعلق الإحداثيات بالكرة الأرضية. ربما تتعلق الإحداثيات بالكرة. رأس الملك داوود من راعي أغنام إلى ملك، يا له من تحول. كأس القديس يوحنا، تم تقديم شراب مسموم إلى الحواري، لكن بعد مباركته للشراب تحول السم إلى ثعبان. ربما تتعلق الإحداثيات بالكرة الأرضية. هذه لعبة قديمة، درعان وتاج أبيض. أيمكن أن تكون هذه الملكة البيضاء؟ ربما تتعلق الإحداثيات بالكرة الأرضية. لفيفة بيزنطية، العدالة هي الأمنية الراسخة الأبدية لإعطاء كل هذا مصري. صندوق العين الشريرة، كان الهدف من محتوياته هو ربما تتعلق الإحداثيات بالكرة الأرضية. أدى زواج ملك الشمس لويس 14 بماريا تيريزا إلى إنهاء. ماتت الملكة المسكينة ماريا تيريزا ميتة أليمة. قال ربما تتعلق الإحداثيات بالكرة الأرضية. أراهن أن المسكين كان يرى بالكاد من هذه الخوذة. درع الأحصنة في منتصف القرن الرابع عشر، جرماني على ما أظن. لا يسعني تصور مدى ثقل هذه الدروع. هذه الأحصنة المسكينة. الملك والملكة البيضاء، هناك شيء ما في الدروع. ربما تتعلق الإحداثيات بالكرة الأرضية. ربما تتعلق الإحداثيات بالكرة الأرضية. أين القطع البيضاء؟
تمت استعادة هذا الرسم الغامض من ضريح خال وملعون. قد يكون ما تحتاجه مغامرتنا الشجاعة لتعثر أخ. وبالنور تفتح حرية حبها. نجح الأمر. علي العثور على الملكة البيضاء. علي العثور على الملكة البيضاء. علي العثور. دخلت كرافت الطابق المتوسط المحرم. عليها توخي الحذر. ديناصور ريكس صغير. ترى هل فقد أمه هو الآخر؟ إنه ياتيري، معالج من أمريكا الجنوبية. أينما وقفت، سيبدو لك أن هذه الأقنعة تحدق بك. يبدو هذا تابعاً لحضارة المايا. أهو كوكولكان؟ أتساءل عما يكون هذان الكلبان. جماجم حيوانات تعد نذيراً بالموت ورمزاً للتغيير العظيم.
علي العثور على الملكة البيضاء. هذا قناع زعيم قبيلة زينو من كولومبيا. هل يا ترى سبق لهاتين العينين رؤية ألدورادو؟ لم أرى بعض هذه القطع من قبل. مدفن عظام الموتى. يحتوي الصندوق على عظام الموتى. لا أستطيع قراءة النقش. هذا هو الدرع الذي ارتداه الغزاة خلال عصر الاستكشاف. ترى ما الذي اكتشفوه؟ تمثال أريكي من جزر كوك. الأسرة الملكية 25. التصميم الداخلي للتابوت في غاية التعقيد. تبدو هذه إغريقية؟ لا، إنها فارسية. أتساءل ما الذي تحرسه؟ لبؤة فارسية، لكن أحدهم سرق رأسها. أتساءل ما الذي كانت تنظر إليه؟ قناع الموت لأجاممنون. تم العثور عليه في مايسيني. قناع قبيلة إفريقي مصنوع من الذهب، ربما يخص قبيلة أشانتي. تنبسط أجنحة الخفاش العملاق. الفارس يعكس شعاع الضوء. ها هي الملكة البيضاء حبيسة، علي إنقاذها.
الآن بوسعي تحريرها. وبالنور تفتح حرية حبها. قلبها يخفق بقوة وتخطو بطلتنا العتبة نحو المجهول. هذه أغراض أمي. الدرب يغلفه الظلام وتحرسه الخفافيش، هكذا قال الفارس الأحمر. الملكة البيضاء منحته ابتسامة فضولية وقالت: خفافيش؟ أنا لا أخاف من الخفافيش، أنا لا أخاف من أي شيء. أخبريني عن هذا. أنا وأنت نمتطي تيراكس في مصر. أين والدك؟ في العمل. سيدمر هذه الأسرة. حواس؟ أنا مهووس؟ تتفوت طفولة ابنتك لأنك دائما في مقبرة ما في الجانب الآخر من العالم. لما لا يمكنك أن ترضى بما لديك؟ أوه يا إلهي، لا يتحتم عليك التعامل مع الأمر. أبي، رجاء بحق الرب يجب أن تتفهمي، هذا على الأغلب أهم ما وصلت إليه. حسنا حسنا، ماذا علي أنا؟ أبي استيقظ، هيا أرجوك استيقظ أبي، رجاء لا ترحل عني أبي. صباح الخير.